رسالة وجهتها سيدة بسبب المعاملة السيئة التي واجهتها أثناء مراجعتها لمدينة الطب. السيدة تتحدث عن مصرف الدم وقالت إن الحال في مصرف الدم لا يسر وإن الأحوال هناك سيئة للغاية. السلام عليكم. طبعاً أنا هسه بداخل مستشفى مدينة الطب، ما أعرف، أنا ما أريد أسميها مدينة الطب، أريد أسميها مجزرة الطب، لأنه أنا واقفة صار لي ساعة على مود بطل دم دا أسحبه. أنا البارحة مكملة كل إجراءاته وما يهمهم، هذا يموت، هذا يحتي، هذا كذا، هذا السرة اللي يفوتون من عنده المرافقين ويفوتون من عنده الزوار للمرضى والمقيمين، ويفوت من عنده اللي دا يتبرع بدم واللي دا ينطي دم، ويفوت من عنده الجميع. تروح فوق هذا كله، تفوت بالسرة، ألف واحد ينطق بيك وألف واحد يعيط ويصيح عليك، وفوق هذا كله مدير المستشفى ما يقدر يقابل لأنه عنده اجتماعات حضرة جنابه